رجعنا معكم أصدقائنا مشاهدين من عيون بيروت لنحكي عن الغذاء السليم. بقولوا في 16 خطأ شائع، مش خطأ واحد، 16، يعني دزينة وأربع قطع. فهالخطأ رح نحكي عنه طبعا بعالم الرشاقة والأنظمة الغذائية. رح تكشف عنا ضيفتنا اختصاصية التغذية وصديقة عيون بيروت نانسي حبيقة. أهلا وسهلا فيك بالأسود روعة. اهلا فيك انت كمان، اليوم بينا حلو. ميرسي. تسلم. طيب انا رح استاذن على بيطلع عليك. هاي نانسي، كيفك؟ منيحه. نانسي، 16 خطا شائع، بدنا نقول هول الاخطاء كانت معتمده قبل بالانظمه الغذائيه وتم بعدين الكشف عنها فتم بطلانها وتعديلها، ولا لا هي معايير هلا جديده اكتشفت؟ أكيد في منهم كانوا معتمدينهم من قبل وهلأ غيروهم، لأنه كل سنة بيطلع دراسات جديدة بعلم التغذية، وفي منهم العالم يعني بتصير تقولهم وتخبرهم لبعضها فبتصير شائعة كأنه جايبينهم من مصدر موثوق، وبعدين بيجوا بيسألوك عنهم. فأنا كرمال هيك حبيت توضح اليوم على الهواء مع المشاهدين عن هول الأخطاء. تعرفي مثل اللي بيكذب كذبة هو بيصدقها فبتمشي الكذبة، بقول ما بركي مثل جحا ما صار في معه مرة شغلي. بتنبلش فيه مباشرة، يمكن أول خطأ أو أول شغلة نحن كلنا بنعتمدها أنه السكر مضر وكيف ما أكلناه ما بيسوى بنصح. هل هالشي صح أو لا؟ هو لا، أكيد ما نصح. هو كمان أنه السكر بيعمل سكري مثلا. في كتير عالم بيبتعدوا عن السكر أنه يي اليوم كتير أكلت سكر بكرة بيصير معي سكري، وهذا الشيء منه مزبوط، لانه السكر ما بيؤدي لانه انه يصير معك سكري، بينما السكري العوامل اللي بتؤدي للسكري هي انه تكوني بدينه وتكوني ما بتمارسي الرياضه، مش تناول السكر السريع. اوكي. وحتى اذا كان معك سكري، السكر في عدد كونتيتي معين بنهار، جراماج معين فيك تتناولي منه من السكر شو ما كان نوعه. وهون كمان بحب اقول شو ما كان نوعه، يعني من زمان اسمر كان أبيض. اللي معه سكري بوقف الخبز، بوقف البطاطا، بوقف السكر، بوقف الفواكه، وهذا الشيء منه مزبوط بالمره. والسكر اكيد مفيد، يعني نحن مش عم نقول السكر اللي كثير سريع، السكر اللي جاي من النشويات، من الخبز، يعني لازم يعني هون ما فينا نقول اللي معه سكري كمان بدرجه عاليه انه بيقدر ياكل النشويات كلها مع بعضها، يعني نحن بنعرف انه بيقدر ياكل، بس مثلا اذا صحن رز وبطاطا ولحمه ممكن ياكل رز ولحمه، انه اكل صنف نشويات بس مش كلهم ومع خبز كمان، مش مزبوط؟ هلا هو في جراماج معين عليهم، فيك تاخذي مثلا كبايه رز او نص كبايه رز وقبعه خبزه صغيره، مش ضروري تحرمي حتى حالك حتى اللي معه سكري؟ ايه، او تاكلي صنف واحد من الاكل. هو اللي بهم انه قد ايه جرام اللي عم ياخذه من السكر اللي موجود بالاكل، يعني قد ايه فيهم جراماج كربوهيدرات يعني سكريات قبعة الخبز مثل نص كباية الرز، ففيه بدل ما ياكل كله رز او كله بطاطا فيه يقسمهم على بطاطا يعني وخبز الحصة الوحدة ورز. يعني الحصة الوحدة بياخذها يمكن يقسمها ثلاث ثلثات، يعني ثلث 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 معكروني بركي رز وهيدا اذا كمية صغيرة. اكيد هو فيه يتناول على الوقعة بين ثلاثة لأربعة، نحن بنقول لهم وجبات فيهم سكر، يعني اللي فيهم 15 جرام سكر مثل قبعة الخبز الصغيرة. طب اذا بدي ارجع للموضوع الاساسي، 16 خطا شائع بالانظمه الغذائيه، طب نانسي هون يمكن عم نحكي عن بعض الوصفات او الرجيمات يلي نحن بنتناولها بين بعضنا البعض وبتكون خاطئه او مصادرها مش موثوقه، ولكن في حتى اختصاصيه مثل حضرتك ولكن بيامنوا بمدارس مختلفه عن اللي بتامني فيها، اللي بتلاقيه خطا مثلا بيلاقوه صح واللي بيلاقوه هن صح انت بتلاقيه خطا. طب هون نحن كمتلقين لهالمعلومات وين منروح؟ شو منصدق؟ هو في كتير مثل ما عم بتقولي دايت اسمه فاد دايت، يعني هو اللي عاملينهم بطريقه انه بيعملوا لهم ادفرتايزنج وبروموشن بيسوقوهم انه بخلوك تخسري وزن بطريقه كتير سريعه، 4-5 كيلو بالجمعه، مثل الدايت يلي بيكون بدون كربوهيدرات، بروتين دايت. فهو اللي بيسوقوهم، وفي كتير اخصائيات تغذيه بيعتمدوهم، لانه بالنسبه لك اذا رحت لعند اخصائيه تغذيه واخذتي نتيجه سريعه بس ما بتشوفي انه لبعدين هي مضره. فانا المعلومات يعني وعاده انه نحن بنعتمد على المعلومات اللي جايه واللي موافقين عليها بالاف دي اي بامريكا او جايه من مطارح موثوقه، وخاصه نحن الاشياء اللي تعلمناها بالجامعه
انه ما بتقول ما بتحكي فيهم لهول الدايت، يعني هو اللي بتصير تسمعيهم من برا، ما بتسمعيهم بالكتب، ما بتقريهم بولا محل ساينتيفيك، ما في عليهم دراسه. لانسي بينفعوا مثلا وحده بدها بشكل كثير سريع، عندها مناسبه سريعه، عندها عرس لتلبسها الفستان بتعمله، بس مش على مدى طويل بياثر على صحتها. انا بدي 4 كيلو نزلهم مثلا بشهر، اكيد ومثل ما نزلتهم بترجع بتردهم بطريقه كثير سريعه. صح. لانه منهم صحيين ابدا. فبما انك كنت عم تحكي بالنسبه للمدارس، في كثير مدارس، في المدارس الاوروبيه، في المدارس الامريكانيه، حسب كل واحد هو بايها بيلاقيها بتقنعه اكثر، بس ولا مدرسه منهم بتعتمد هو للانواع من الدايت ولا بتحكي عنه. فاذا حكينا عن السكر، يعتبر خطا من الاخطاء الشائعه؟ ايه، السكر بيعمل سكري خطا من الاخطاء الشائعه. والاسمر والابيض كمان من الاخطاء الشائعه، انه الاسمر احسن من الابيض. مزبوط، لانه السكر الاسمر هو زايدين له ملونينه، يعني ملونينه خاصه اللي هلا موجود بالسوق. واذا بدنا نحكي بالسكر الاسمر الطبيعي، مزبوط انه فيه يمكن نيوتريينتس او فيه اشياء اكثر من السكر الابيض، بس بده الواحد انه مش موجوده بملعقه او ملعتين اللي انت بتتناوليهم بالنهار. اللي معقوله تحطيهم بكبايه الشاي او بالنسكافيه اللي بتناوليه. بس اذا بدنا نحكي عن الخبز الاسمر والابيض، بلا، لانه هذا يوميا اكيد أكتر. بس كمان هلا نحن بنحكي بالخبز الخالي اكثر من الخبز الاسمر، لانه كمان خبز الاسمر صاروا عم بيلونوه. يعني مثلا القمح الكامل، الحبز يعني. القمح الكامل. فالسكر الاسمر يعني الواحد بده يتناول بكميه، بده يتناوله بكميات كثير عاليه كرمال ياخذ النيوتريينتس اللي عم يفقدها بالسكر الابيض. فكرمال هيك انه ما بتفرق، وخاصة اذا كان ملونينه كمان. بتعرفي في الاسمر، الاسمر مش بس في الدارك، يعني لونه لون الشوكولا، مش البراون اللي على عسله، هيداك كمان له فوائد معينه ولا بس كم بتقول ملونينه؟ هو حسب حسب لونه اصلا بالدبس، يعني فحسب قد ايه اخذه. يعني اللي موجود بالسوق هلا كثير صار كوميرشال، بطل في هذا السكر الاسمر اللي بيلقيه الواحد. وين عاده المفروض نلاقيه لنستفيد منه، ولا انت برايك هي ذاتها؟ انا برايي انه هلا حتى يعني بكل المطاعم، حتى برا بالمحلات اللي هو موثوق منها، صار السكر عم بلونه، لانه صار اوفر لون، ارخص لون، صار تجاري اكثر. يعني ما بقى فينا نوثق بكل شيء بنشوفه بالسوق للاسف. لنتابع لكن بالاخطاء الشائعه معك نانسي، الخطا الثاني يلي مفروض نتوقف عنده شو؟ بالنسبه مثلا للعالم بيجوا بيقولوا لك انه بتناول كبايه اناناس او جريب فروت على الصبح، او مثلا شوربه الكرافس، ايه بتذوب بالدهن، بتذوب بالدهن. فهذا الشيء شوربة الملفوف، فهذا الشيء كثير خاطئ، كثير خاطئ. ليه؟ لانه ما في ولا اي اكله معقول تذوب لك الدهن، ما في شيء بذوب الدهن. الشاي الاخضر كمان لا؟ لا، في شيء بعلي لك قد ايه بتحرق بالنهار، قد ايه الميتابوليزم تبعك. يعني مثلا اذا تناولتي يمكن من 6 ل 8 كبايات شاي اخضر بالنهار، مش كبايه وحده اللي هي معقول تعلي لك الميتابوليزم. او مثلا الكافيين كمان، اشياء فيها كافيين معقول تعلي لك الميتابوليزم، يعني تخليك تحرقي اكثر، بس مش فنجان قهوه. بدك تكوني عم تتناولي فوق 5 6 8 كنت عم ضر حالي من ميله تطلع الميتابوليزم. هون انا بحب اوضح شغله انه ما في اي شيء موجود بالسوق او ماكولات او شيء بذوب الدهن، ما في ولا اشياء جايه من الاعشاب ولا اشياء جايه من الماكولات. طبعا في ادويه كثير هلا نحن عم نصدقها خاطئه. مزبوط. كرمال هيك كمان في معتقد خاطئ ثاني، انه كل شيء بيجي من الاعشاب وهو سيف، هو انه فيك تتناوليه قد ما بدك وكثير افكتيف كمان. بينما في الاعشاب، يعني كل الاشياء الموجوده بالصيدليات حتى فيني اقول لك اللي جايه من الاعشاب منها تستي، منها تستي، يعني فيه يكون فيها سير دوزاج، يعني حاطين فيها خاض على لأي اختبارات، لأي اختبارات، يعني فيه يكونوا حاطين فيها كمية هائلة من الأعشاب أو على بلا طعم، كونسنتراسيون كثير عالية. فكرمال هيك معقول تضرك، في كثير أنواع من الأدوية جاية من الأعشاب بالنهاية، معقول تضرك. غير إنه فيهم يكونوا، أنا عم بحكي عن الأعشاب اللي بيعملوا لها تسويق انه هي بتضعف وهي بتخليك تضعفي بالشحم، وبتضوي بالشحم. فمعقول يكونوا زايدين لاشياء مثل الافيدرا مثلا، اللي هو هلا اللي هو بيعلي الميتابوليزم. الافيدرا يعني كانوا ياخذوه الرياضيين كرمال تا يحرقوا اكثر ويصيروا فت اكثر، يعني يصير جسمهم ويقدروا يضاينوا اكثر بالكم. اي فممنوع بامريكا وبيضر بالصحه، طلع عليه كثير هلا دراسات انه منه منيح ولازم يمنعوه. فمعقول يكون في مثله ومثيله، او مثلا يكونوا بيأدوا لانه يصير معك اسهال. صح. والاعشاب اللي بتأدي للاسهال هي مضره
خلال فعلا كثير يمكن علاجات بتكون من خلال الأسال ومعروفين بالسوق ونعملهم دعايات كثير، فأكيد الأسال يمكن مش هو الرجيم المطلوب يعني. مزبوط. وكمان بس ما هو أنت بس تعمل أسال عن هارين ثلاثة بتحسي حالك ضعفت يمكن كيلو مي أو كيلو ونص، أنه من مسارينك نزل أنه إشياء كانت بمسارينك أوريدي بتحسي حالك أخف، بس ما عم تكوني عم تخسري. مزبوط، بس على الميزان بتشوفي حالك عم تنقصي بالوزن. معناتها هذا الشيء بتنقصي وزن كمان. ايه يعني فيه يروح كيلو ماي، انه اذا عم تعملي اسهال عن هارين ثلاثه اكيد فيه. لا بعدين هيك على الانرجي، ما بتخف الانرجي، ما كل ما واحد لما بصير معه اسهال عن مرض بتحسي انه كانه عامل جريب على جمعه، ما عنده هالقوه، ما عنده هالنشاط. مش دواء انه الواحد يخفف مي يعني. مزبوط، لانه الضرر اللي بيجي من وراها انك كل الوقت كانك زغبرت المعده، عم تاخذي شيء سهل لك معدتك، سهل لك معدتك. ما بالنهايه المسارين كمان لهم بكتيريا بتحمي. مزبوط. بتحمي من الاشياء اللي بتاكليها بالاكل يمكن ما منيحه، او من كل شيء بتخضعي له، من انه بكتيريا بتهاجمك من برا وهي مؤذيه. فاذا كل الوقت انت عم تحضري للاسهال معرضه اكثر لانك تلقطي امراض، لانك تلقطي فيروسز وانفكشنز، غير انه الكانسر يعني انه لانه مع الوقت بعيد يعني. ايه مع الوقت بتصير ينجرح المسارين، فهذا الشيء بيؤدي لكثير انواع من السرطانيه. ننتقل كمان لنقطة جديدة. بدي احكي مثلا عن البيض. في كثير عالم بتفكر انه البيض الاسمر ايه انا منه كثير احسن من البيض الابيض او بالعكس. البيض الاسمر، البيض اللي لونه حمراء، البيض اللي من برا اللي لونه حمراء بتكون اغلى. الحمراء عرفتي بتكون اغلى، بفكرها احسن. لا مش احسن، عم بلاقيها اطيب، بسمع انه اطيب. هو ذات الشيء، هي نوع الدجاجه يعني. الدجاجه يعني في انواع الدجاجه اللي بيكون ريشه ابيض وعندها يعني خصائصها، هي بيض بيضه مش انه بتكون انه هي دجاجه منه متعمينها منيح او منها من جنس منيح. والدجاج اللي بيكون كمان لون الريش تبعها اسمر او اسود او بتبيض بيضه لونها، بلكي مثل مثلا معتقدات الفواكه، وبعتقد ما بعرف يمكن هي مضبوطه بتامنوا فيها علميا، انه مثلا كل شيء خضره غامقه او فواكه غامقه هي اصح من مثلا عنب ابيض واحمر او اسود، الاحمر والاسود افضل من الابيض. هلا بالفواكه وبالخضره في كثير فيتامينز موجودين بكل فواكه، كل فواكه يعني العنب الابيض فيه فيتامينز مثل العنب الاسمر. بس نحن بنركز على الخضره الداكنه. ليه؟ لانه الخضره الداكنه فيها فيتامين سي، فيها فيتامين اي، يعني كونسنتري اكثر من غيرها، بس مش معناتها انه هوليك ما فيهم نيوترينز. يعني هوديك ديليويه فيهم المي اكثر، مش هيك؟ ايه يعني بيكون لا، مثلا الخس فيه كثير فيتامين سي. ما لنا هيدي، بس الخضره الداكنه هي كثير منيحه أفضل. فيها فوليك اسيد، فيها نيوترينز اكثر. بس التفاحه حمراء، تفاحه بيضاء يعني. لا تفاحه حمراء وتفاحه بيضاء ذات الشيء، ذات الشيء. بينما نحن هون عم نحكي عن البيضه ذات الشيء من جوا، ولا بتفرق بالطعمه ولا بتفرق. طب ليه اغلى بالسوق؟ يعني تعي فكري انه بتشوفي كرتونه البيض الاسمر اغلى من الابيض، بتقولي هذا احسن. ومن وين طلعت الفكره؟ لقلنا كنا كمستهلكين يمكن هن بيفيدهم هيك اكثر، لانه ليك هيك العالم فكرتها انه بغلوهم اكثر. نحن عم نحكي انه صحيا وعلميا هن ذات الشيء. وهون كمان في معتقد خاطئ، انه في كثير عالم بتفكر انه البيض لازم ابعد عن البيض، البيض فيه كوليسترول. بخافوا من البيض كثير، بينما هو البيض كثير مفيد. قد ايه بالجمعه بس حتى نركز؟ منهم بياكلوا بمقله واحده فيها 5 بيضات مثلا، انه ياكلوا كل يوم. لا بقولوا للكبد ما منيح كترته. ايه اكيد صحيح. اكيد مش عم نحكي انه كل يوم الواحد ياكل 3-4 بيضات، لا، انه عم نحكي انه في الواحد يقطع بالجمعه 4-5 بيضات. ايه انه فيه ياكل كل يوم بيضه، كل يوم بيضتين، كل يوم ايه ما بياثر يعني، لانه البيض البروتين اللي موجوده بالبيضه هي يعني كثير مفيده للجسم. غير انه البيض بيحتوي على الكالسيوم، على الفيتامين اي، على كثير انواع من الفيتامين ما عدا الفيتامين سي. بس لنحدد افضل اسبوعيا، يعني الواحد فيه يتناول من 4-5 بيضات فيه اسبوعيا. أسبوعياً. اكيد. طب لننتقل لنقطه ثانيه لنلحق نمرق على 16 خطا شائع. في مثلا انه في كثير عالم بتفكر انه انا اذا بدي اضعف بوقف عشاء، أي. بينما هذا شيء كثير غلط. غلط. مثلا بوقف ترويقه، بوقف غدا، بكلهم يو سكيب وان ميل يعني. ايه تو سكيب ميل. هلا هو الواحد بس يوقف مثلا، هي بتزبط معه يمكن اول جمعه اول 5 ايام. ليه؟ خصوصا اذا كان هو انه الاكثر وجبه بياكلها او اكبر وجبه بياكلها هي عشيه. يعني بيوصل على البيت ولا انا باكل كل هول، اكيد اذا وقف عشاء اكيد رح يضعف يعني. بس هي المشكله انه مثلا
يوقف غدا، رح يجي على العشاء كثير جوعان ياكل عن غدا وعشاء، عن غدا وعشاء، غير انه كمان اذا وقف عشاء غلط لانه رح يوقع الطريقة كثير جوعان ورح ياكل اشياء انه كثير اكثر من الترويقه العاديه اللي هو عنده اياها. غير انه الجسم مع الوقت بيتعود انه انا عم يجيني وجبتين بالنهار وهالقد فبصرف هالقد بصير يخفف الميتابوليزم تبعه بطريقه انه انا بحرق هالقد بيتعود عليه. طب على فكره قلت اللي بينام جعان وبقوم بياكل اكثر بالترويقه مش بيصرفهم اسرع اذا كان بالنهار اكل هالوجبه من الليل؟ هو قد ايه لازم الواحد يتناول ب 24 ساعه الاكل؟ أيوة. ما بيأثر أكلهم الصبح الظهر عشية قصمهم. هلا أكيد أحسن إنه يقسمهم 4-5 وجبات صغار. ليه؟ تمام مثل ما عم نقول إنه يأكل وجبة كتير كبيرة ما تشبعه، يعني بيصير يحس إنه صحن ما عم بشبعني بلا بزيد صحن لأنه مني مغذى. في نقطة كتير مهمة لأنه أغلبية العالم ما بيأمنوا بإنه إذا أفينا وجبة على المدى البعيد مش رح نضعف. قولوا لا ما نحن عم نوفر وجبة، مش معقول واحد ما أكل يعني كيف بده ينسى، رغم أنه الموضوع اللي عم تحكيه أنه المعدة بتصير تخفف حرق لأنه بتقول هالقد أنا عم بيوصل لي أكل بدي صمدون، فالحرق ما بعود بكمية بشكل أكبر. إيه أكيد، وكمان في منهم بيفكروا أنه ولا أنا بوقف خبز بوقف كل النشويات مثل ما قلنا من قبل، وهذا شيء كتير خاطئ لأنه 50% من الأكل لازم يجي من النشويات، غير أنه النشويات كتير مفيدة للجسم، فيها كتير أنواع من الفيتامينز اللي هو منه عم يتناولها بقى، يعني صار الدايت عنده يمكن إذا ناقص. روح وجبة عم يأكل يمكن أكل منوع بس هون صار ناقص نوع كتير ناقص. مهم من الأكل اللي هو لازم يكون يعني البيز، يعني لازم يكون هو الأساس الوجبة، لأنه 50-55% لازم يجي من النشويات. صح. يعني بالهرم الغذائي بيقولوا لازم فيه الواحد يأكل 11 وجبة مزبوط. وجبة جاية من النشويات يعني حسب شو عم بيروح عليه بالنهار من فيتامينات ونيوتريشن. نوصل للبذورات، البذورات بعد في شيء بتحكي عن النشويات؟ خلاص البذورات في كتير عالم تبعد عنها. ليه؟ لأنه بتعتبرها أنه ولا كتير بتنصح. هو مزبوط أنه فيها كتير كالوري البذورات، نحن مش عم نقول لا، مثل كل الزيت مثل كل أنواع الزيوت فيه أوكي. كتير كالوري، بينما هي البذورات فيها نيوترينتس، يعني ما انه هي كالوري على الفاضي. يعني الفواكه فيها كالوري وبتعطيك فيتامينات، البذورات فيها كالوري وكمان بتعطيك سيلينيوم، بتعطيك كوبر، بتعطيك يعني كتير اشياء مفيده للجسم. ولازم ما الواحد يبعد عنها، غير انه بتحتوي على نوع الدهون اللي هو مفيد للجسم، يعني الاوميجا 3 اللي كل العالم هلا بتحكي عنها موجوده بالبذورات. فكرمال هيك يعني الواحد ما لازم انه يركز انه انا ولا زيت الزيتون هو الوحيد اللي فيه الزيت اللي بيفيد. لا، البذورات كتير مفيده، في البينات باتر يعني الزيت اللي زبده الفستق، زبده الفستق كتير مفيده وفيها كتير، وزيت الشيا مثل زيت الزيتون، يعني هي فيها دهون الغير مشبعه. بس عم نحكي بكميات قليله لانه بتعرفي في مشاهدين هلا، فانا اللي عم بيحضرونا فبياخذوا الكلمه وبيمشوا فيها. لا، نحن مش عم نقول ياكل كيلو بذورات، نحن عم ياكل بالنهار تقريبا 45 جرام. رح اقول لك قد ايه، يعني نص كبايه. هالقد؟ يعني ايه هالقد مفروض كل يوم؟ طب ولا بمناسبات فيه ينوعهم؟ اكيد كل يوم، يعني فيه يبدلهم محل الزيت، يعني بدل ما انا كل يوم اكل بالنهار مثلا ملعقه كبيره ونص حسب هو اي قد ايه بيحرق جسمه وشو النظام الغذائي وقد ايه كالوري بيتناول بالنهار، شي محل شي يعني. اكيد، فبدل ما اتناول انا كل سلطاتي فيهم زيت زيتون مثلا، فيني احط بسلاد خل وحط فوقهم شويه جوز شويه فستق شويه اكل محلهم. هلا القمح اليوم على البربارة ماشي كله جوز واشياء طيبه وقمح مقشور وسكر يلي بحبهم قلبي اي فيه الواحد يتناول يعني منهم اليوم بس كافي. بس كافي. اكيد لازم نقول البذورات مش مقليه جاد. اي نانسي مش مقلي. اي اكيد، نحن هون عم نحكي عن البذورات محمصه على الهواء، اكيد فيهم يحطوا لهم ملح الا اذا ما كان عندهم مشاكل ضغط. نوصل للحمه الحمراء يلي كتار بيقولوا سيئه للصحه، بتعدوا عنها واتجهوا للحمه البيضاء. مزبوط، في كتير عالم بتبعد عن اللحم الحمراء وفي كتير عالم بتعتبرها انه هي بتسبب امراض سرطانيه. هذا شيء كتير خاطئ، يعني اللحم الحمراء مش هون بس عم نعني بلحمه البقر او عم نعني بلحمه كمان الدجاج، في منها حمراء، في منها ايه لحمه الدجاج، يعني مثلا في يعني تشتريهم من السوبر ماركت مثلا بتكون حمراء اكثر من غيرها، مثلا بدل ما يكون سميل للزهر يعني الى الزهر الوز او شيء. اي ف فيه الواحد ينقي باللحمه انواع اللحمه اللي هي خاليه من الدهون، يعني اللي بتجي هبره.
مش ضروري ياكل اللحمه اللي هي اكيد فيها دهون مشبعه واللي هي هذا مضره ان احنا منا عم ننكل، بس انه فيه ياكل مثلا ستيك معموله من اللحم الهبره واللي هي فيها كثير حديد، فيها فيتامين بي 12، فيها بروتين، يعني ما لازم الواحد يبتعد اكيد نهائيا عنها. واكثر كميات من الحديد هي موجوده باللحومات الحمراء. يعني الواحد طيب اذا بدنا نقول بالجمعه ما كم مره حمراء كم مره بيضاء، اذا كل يوم بروتين يعني مرتين بثلاثه ولا كيف؟ هلا نحن بالجمعه لازم كل يوم الواحد يتناول وجبه فيها بروتين. هلا اذا الواحد يعني ثلاث وجبات سمك هول كثير ضروريات، وفيه الواحد ياكل مرتين لحمه حمراء ومره لحمه بيضاء. هالقد ايه اكثر من البيضاء؟ أكيد. أكيد. بعدين من اساسيات السفره اللبنانيه الكبه النيه، الكبه اللحمه حمراء معقول هي لحمه حمراء واللي هي كثير فيها حديد، لانه اللحمه قبل ما تشويها يعني اللحمه يعني اللي فيها مثل دم السنيان فيها كميه حديد اكثر من اللحمه البيضاء او يعني هو او من بعد ما تنشوى على الاخر. يعني اللي عم بيتجه صوب اللي يكون فيجيتيري النباتي عم يفقد كثير اشياء. اكيد هون كمان بنقول انه ياخذ حبوب سبلمنت، وهون في معتقد كتير خاطئ عن الفيجيتيريان انه انا ولا رح صير فيجيتيريان انه رح صير كتير صحي، اكل كتير صحي وعمري اطول. اكل كتير صحي عم بتعد عن اللحومات اللي هي كتير مفيده واللي هي فيها بروتين وفيتامين بي 12 ورح صير اخذهم من الصويا، بينما الفيتامين بي 12 بالصويا منه كتير الجسم ما بيمتصه بكامله، وحتى الحديد اللي موجود بالحبوب الجسم ما بيمتصه مثل الحديد اللي موجود باللحومات، يعني بيمتص 25% بس باللحومات. في منهم بيبتعدوا عن كل شيء مصدر حيواني. مزبوط عن كل شيء مصدر حيواني، فهو هذا شيء كثير مضر. وغير انه الزنك اللي هو موجود كمان بكل انواع اللحومات يعني عم بيروحوا عليهم كثير فيتامينات ومعادن وطعمه طيبه، يعني معادن موجوده الصويا كبه صويا واللي هي بتحمي من كثير امراض، يعني اللحمه بتحمي من امراض، السمك بيحمي من امراض صحيح. القلب من كثير امراض بالقلب، فمش موجوده باي نوع نباتي. بدنا شوي نعجل بالنقاط الباقيه ما نوصل للمراه الحامل يلي بتعتقد انه لازم تاكل لا شخصين وهذا الشيء كثير غلط، وخصوصا يمكن هي بالاول ما بتفكر فيها بس بتعتقد باخر اشهر انه ولا انا صار فيها شخص ثاني انه مبلا يلا باكل عن اثنين. هو بالاول لازم المراه اول اربعة اشهر بس بزيد 100 كالوري المصروف تبعها، يعني حبه فواكه قبل ما تفوت تنام. ذاتس ات، هي هي. وباخر اشهر 300 كالوري بس فرق ما بين يعني مش منه هالقد المصروف كثير عالي بين انه لهي تاكل لشخصين، يعني كان عم تاكل 2000 ب 2000 4000 كالوري، فهون بيزيد وزنها كثير. هي تفكر انه بدي ارجع شيلهم بس ولد تتقطع شهيتها. فهذا الشيء كثير غلط لنجهل بهول. والكوليسترول رح احكيكي عن الاشياء اللي موجوده بالسوق اللي العالم تعتبر انه ولا فات فري وكوليسترول فري، هذه فينا اكل منها قد ما بدي او ما فيها كالوري مثلا. هو شيء كثير غلط، لانه اللي بيكونوا محطوط عليهم فات فري بيزيدوا عليهم نشويات، بيزيدوا عليهم سكر، بيزيدوا عليهم غير اشياء. رح اعطيكي مثل مثلا الكريمر اللي بنحطه بالقهوه. اوكي فهذا الشيء الفات والمش فات زيت الكالوري اللي فيهم، لانه اللي فات فري زايدين له نشويات كرمال يعطي زيت النكهه وللتكستشر تبعه تضل يعني زيتها، فهو زيت الكالوري، ففيه الواحد يتناولهم مع فات او بلا فات الا اذا كان عنده امراض بالقلب. الا اذا كان عنده امراض قلب. اذا عم نحكي الكريمر هون قصدك يعني عن اللي بيبقوا مغلفات، ولا قصدك كمان عن الحليب المجفف يلي بنشتريه من لا مش الحليب، الكريمر يعني بديل الحليب. وكمان في انواع تشيبس مثلا محطوط عليها فات فري وهي زيت الكالوري فيها. فيها البطاطا بس ما فيها الزيت. ايه لو فات مثلا زايدين لها لس 20% او ما بعرف قد ايه. هلا لس 20% ايه بس فات فري نحن عم نحكي، او مثلا في كثير انواع من المأكولات هي اصلا فات فري، يعني مثل الخبز مكتوب عليه فات فري او كوليسترول فري، ما هو الكوليسترول بيجي من الحيوان ما راح يجي من انه القمحة او اللي معمول فيه علينا يعني. ايه فهيدي العالم بتفكرها انه مثل بدعه مثل بدعه انه فات فري ولا باكل قد ما بدي، بينما هي فيها زيت الكالوري. لازم الواحد دائما يركز على الكالوري مش يركز على الشيء الكبير اللي محطوط على العلبه قبل ما يشتريها، لانه كله عنده هوس الشيب والضعف، فاكيد هول العناوين بتجذب اكثر. اكيد في كمان بلكي عنوان من العناوين ال 16 الشائعه خطا انه اذا اكل فات فري او خالي فعلا من الدهون فهون فينا ناكل كميات اكبر بكثير. ما
مزبوط. شو بدنا نقول هذا هيك بتعمل لك هلا انه بصيروا يتناولوه بطريقه انه ولا هذا الشيبس فات فري يلا بروح بجيبه باكل ثلاثه اربعه فيك تاكلي دبل. لا انا سمعت الايس كريم الفات فري تاكلي كانك عم تاكلي اثنين بدل الوحده. لا هلا هذا يعني لا في هلا بالايس كريم مثلا في منهم معمولين من سكر محلي ايه بيكونوا كثير خفاف بالكالوريه، بس نحن عم نحكي مثلا في كثير اشياء مكتوب عليها كوليسترول فري وفيها دهون مشبعه، بينما ما فيها كوليسترول، كوليسترول غير الدهون المشبعه، ايه ما فيها كوليسترول بس هي محطوط فيها دهون مشبعه، فهون لازم الواحد يتطلع على الاشياء اكثر ويقرا اكثر. يعني نحن يعني دائما بدك نهار كامل بالسوبر ماركت او تشرفينا هيك يعني هو اذا كل مره اذا كل مره بيروح على السوبر ماركت بيقرا عن براند وحده اخر شيء بيصير يعرفون ويبتعد. هلا قبل ما يموت بيكون نعرف كل شيء اذا بديك هيك اوكي. لا ما زال عم تحكي على براند، في براند لانه خاص لكل شيء شوكولا خاص للرجيم، هيدا منصدق ولا لا؟ شوكولا خاص للرجيم ايه هيدا من دون ما نقول الاسم ايه اكيد بلا هيدا يعني شوكولا بدل ما يحطوا فيه سكر عادي حاطين فيه سكر سكر محلي ايه بس الفات هو زيت بس الفات ايه اكيد معمول من في انواع شوكولا حتى بيعتمدون مثلا اذا ولد عم بيعمل رجيم واكيد هو بحاجه لشوكولا الاختصاصيه بيعتمدون يلي بيبقى مكتوب عليه مثلا 90 كالوري ايه هيدا منيح عرفت عن شو عم تحكي يعني اللي بيجي من كانه كورن فليكس صح فهذا منيح لانه فيه فيبر فيه يعني كانه عم ياكل وجبه كورن فليكس مثل بول كورن فليكس عم بدل ما يتناولها الصبح يمكن ما عنده وقت قبل ما يروح على المدرسه فنحن بنعطيها مثل سناك نعطيها 60 كالوري بس انه الاولاد الصغار انه نحن انه بنحاول اكثر اكثر ما فينا نبتعد لهم عن السكر المحلي يعني مش كثير بنعطيهم محليات خاصه حسب قد ايه عمرهم لانه كل واحد قد ايه تقله قد ايه بيقدر ياخذ محليات بالنهار يعني خاصه الاولاد الصغار. قبل ما ينتهي وقتنا وصلنا ايميل من لبنى من بيروت عم تسال عن النقطه اللي كنا عم نحكي عنها الشوبينج بالسوبر ماركت اللبنه بتقرا لبنه لايت ولبنه زيرو فات ايها افضل؟ ليكي في باللايت في كتير اشياء باللايت لايت يعني في منهم يكونوا 50% اقل كالوري الفات فري يعني قايمين منها الفات بس يمكن مثل ما كنت عم اقول انه الكالوري هلا بالنسبه لللبنه انا عرفت عن شو عم تحكي الفات فري اللايت مش شايلين منه كل الفات بينما الفات فري قايمين منه كل الفات اوكي هذا الفرق بيناتهم يعني ساعتها يعني باللايت بضل في جرام او جرامين بينما بالفات فري بيقيموا بس مش حاطين شيء بالمقابل انت دائما عم تقولي بينشال الفات بنحط اكيد لانه هيدي اللبن ولبنه هو اللي ما فيهم ما انت بتنصحي بال 0% اللايت فات. لا انا ما بنصح بال 0% فات لانه الفات بضل فيه فيتامين ا ودي وكا اللي هن فات سوليبل اللي هو الواحد لازم ياخذهم من الفات فاذا هي عم تتبع نظام غذائي احلى لها تجيب اللايت حتى الحليب اللايت كمان اوكي حتى مش الزيرو بعد في شيء ما حكيناه بالنسبه للاشياء اللي مفكرين الصحه طلعت مش صح تقريبا هو هن حكينا عن كل شيء اوكي معناتها فاذا النصائح 16 ولكن بيتوسعوا لانه العالم يعني في كم نقطه هن قريبين من بعضهم وممكن هلا ممكن مع اتباع هول يعني في امور كثير نحن ما كنا ناكلها بالمره اذا اكلناها بكميات قليله ضمن رجيم معين بضل الواحد محافظ على وزنه ولا دائما هون لازم نرجع لاختصاصي نانسي اكيد هلا الواحد فيه ياكل كل الاشياء بكميات قليله يعني حتى الجانك فود اللي كل العالم تبعد عنه في الواحد يظهر يعني مش رح يقعد كل النهار بالبيت بس يتناولها بطريقه كثير هيلثي يعني بدل ما يروح ياخذ البطاطا مقليه فيه ياخذها مشويه برا او مثلا كل الاشياء مقاله فيه ياخذها مشويه فيه يتناول سلطات برات البيت مش ضروري انه دائما الواحد انه يفكر انه بدي اتناول بدي يروح برا يعني بدي انحرم إيه؟ هي طريقه ذكيه ليش نحن بنسمي المحطه غذاء الذكي يعني في حتى لو اكل اليوم يحرم حاله يومين ثلاثه تيرجع يشيل الفرق كمان هون في شغله انا كان بدي اقولها انه في كثير عالم بتفكر انه اذا اكلت بعد الساعه 8 والله رح انصح كثير او الخبز بعد الساعه 8 بيقعد بالمعده يعني حسب ما اي ساعه بتنامي كمان بعتقد ايه لا بس هو انه الاكل على الساعه هو كميه الاكل اللي الواحد بيتناولها بالنهار ما بياثر اي ساعه بياكلها ان شاء الله قبل نص ساعه من ما هو كرمال الحرق يعني اللي بتحرقيهم بالنهار وما كنت اكلتيهم ورح تصمديهم يعني عم بيروحوا من الديبوزيت اللي انت اوريدي عندك فهذا عم تاكليه محله
نانسي نحن بالنهايه هن 16 بس مثل ما قلنا بياخذوا وقت كثير. بدنا نتشكر كل نصائحك اكيد وصلت، ان شاء الله كلهم نحفظهم ما بقى نوقع بنفس الاخطاء. اهلا وسهلا فيك من عيون بيروت. ميرسي. اهلا فيك. وطبعا الرياضه بتبقى مهمه جدا خاصه الركض، واذا ركضنا كمان لهدف سامي بتبقى الافاده افادتين. ران فور ايدز ميني ماراثون بالجامعه الامريكيه ببيروت مع ضيفتنا هانيا شمس، رح بتكون معنا هانيا شمس جريس وانا مباشره بعد الفاصل.